الحكومة أنه ولأول مرة يتم السماح لمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي لزيارة منطقة كاودا في ولاية جنوب كردفان التي تسيطر عليها الحركة الشعبية جناح الحلو. وقال وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، قال إن الزيارة تأتي في إطار حرص الحكومة على تيسير سبل وصول المساعدات الإنسانية لكل المواطنين في أي منطقة بالسودان. كيف تقرأ هذه الخطوة؟ هذه الخطوة اختصرت زمنا طويلا كنا نمضي فيه في لجاجة غير مثمرة وغير مفيدة. تعلم أن العهد البائد كان قد أجرى 11 جولة مفاوضات مع الحركة الشعبية واستغرق 7 سنوات، وفي كل مرة كانت تنفض المفاوضات دون أن ننتهي إلى نتيجة. كانت العقبة الكؤود في أن تمضي هذه المفاوضات إلى نجاحات محققة هو الشأن الإنساني. كان دائما الخلاف يشتد بماذا نبدأ، هل نبدأ بالشأن الإنساني أم نبدأ بالترتيبات الأمنية. كانت الحكومة تصر على أن تبدأ بالترتيبات الأمنية، وكانت الحركة الشعبية تصر على أن نبدأ بالشأن الإنساني. كانت الحكومة تقول في الشأن الإنساني أنه ينبغي أن تتولى هي بنفسها أمر إقاصة المناطق التي تقع تحت قبضة الحركة الشعبية. كانت تقول أنها تتعظ من الذي جرى إبان شريان الحياة على عهد الحركة الشعبية جنوب السودان، وأن شريان الحياة هذا قد استقل ليكون ليمرر تشوينا بالسلاح للحركة الشعبية إلى آخر اللحظة. كان الخلاف يشتد في أن الحركة كانت تريد نسبة من الإقاسة أن تمر ما وراء الحدود، وكانت الحكومة تصر على أن تكون كل الإقاسات تحت بصرها وعينها، ومن ثم في كل مرة كان ينفض سامر المفاوضات. الآن في جولة واحدة بين وفد الحرية والتغيير وبين الحركات الكفاح المسلح في أديس أبابا تم الاتفاق على أن إيصال الإقاسات الإنسانية إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية. اليوم هذا تنفيذ عملي، أن تمضي هذه المنظمة إلى كاودا لتوصل الإقاسات إلى هؤلاء المواطنين السودانيين، ومن ثم تقديري الآن يمثل هذا أكبر اختراق وأكبر نجاح للمفاوضات التي جرت بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح. أيضا التساؤل المهم جدا تأثيرات هذه الزيارة المتوقعة. بالتأكيد أنت تعلم أن كثير من المواطنين كانوا محبوسين في هذه المناطق التي كانت تحت سيطرة هذه الحركات، ومن ثم لا تصلها أي مساعدات حكومية، ومن ثم بلغ الضيق بهم مبلغه. الآن بهذه الإقاسات التي نوصلها نقدم حلا إنسانيا منفصلا تماما عن الحرب التي ما تزال لم تضع أوزارها بعد. هل الآن الأجواء مهيئة لزيارة وفد حكومي لمنطقة كاودا؟ بالتأكيد الأجواء غير مهيئة لزيارة وفد حكومي، لأنه إلى الآن المفاوضات ما تزال مستمرة، وإلى الآن لم لا نتحدث. بعد هذا التطور في مسألة أن تكون المساعدات الإنسانية تصل إلى حتى الوصول، يعني القرب من اتفاق، حتى حركة الكفاح المسلحة الآن فقط ستسمح للمنظمات الأممية والأجنبية لتوصل المساعدات، لكننا لم نبلغ بعد طور أن تسمح للحكومة ولا لمنظماتها أن تدخل إلى مناطقها. أنت تعلم أن هناك كثير من التعقيدات لم نفرق بعد. الآن نحن وقعنا على إعلان سياسي ووقعنا على إعلان وقف العدائيات، ومن ثم إلى أن ندخل في طور الترتيبات الأمنية وإلى أن ندخل في طور الاتفاقات المفصلة في الإعلان السياسي، من بعد ذلك يمكن أن تتولى الحكومة بنفسها أمر إيصال الإقاثة لمواطنيها. متى تستطيع الحكومة أن تزور كاودا؟ ومتى ستصل إلى حل مع الحركات المسلحة؟ الحكومة تستطيع أن تزور كاودا عندما يوقع الاتفاق النهائي للسلام. متى سيوقع؟ الاتفاق النهائي سيوقع. الآن أنت تعلم ستستأنف المفاوضات في نوفمبر القادم، وبحسب الاتفاق أنه ينبغي أن تنتهي هذه المفاوضات في 15 ديسمبر. فيما يتعلق بالجبهة الثورية ليست هناك من إشكال بأن يتم طي الملف ب 15 ديسمبر القادم. ربما الآن الإشكالية تقع مع الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو. في إعلان المبادئ الذي سلمته للحكومة السودانية قالت أنها ما لم أنها تطالب علمانية الدولة، وما لم يتحقق علمانية الدولة فإن البديلة هي تطالب بتقرير المصير. تقرير المصير، لكن تقرير المصير يظهر أنها تستخدم كورقة ضغط فقط، وأن الأصل في المسألة هي مسألة علمانية الدولة، هذا ما تطالب به يعني. بالتأكيد هي ورقة تفاوضية.
لأنه لا يمكن لي... لكن طبعا البعض يقول أن هذه الحكومة الحالية لأنها حكومة انتقال ومن ثم هي غير مفوضة في أن تحسم أمر علمانية الدولة أو بوضوح ليس لها أن تحسم فصل الدين عن الدولة أو أن تقرر في أمر القوانين الإسلامية والشريعة الإسلامية. من الذي يستطيع أن يقرر فيها؟ الذي يقرر في هذا المؤتمر الدستوري الذي سينعقد في خاتمة الفترة الانتقالية والذي سيشارك فيه كل أهل السودان، ومن ثم هؤلاء سيقررون في العلاقة بين الدين والدولة، سيقررون في الدستور وإقرار مبادئه، سيقررون في الحكم الفيدرالي، سيقررون كذلك في 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 كثير من القوانين الاتحادية. غير ذلك فإن الأمر مرجع إلى نهاية الفترة الانتقالية. طيب المؤتمر الدستوري الذي سيحسم هذه القضايا الحساسة التي تعاني منها حكومة السودان وحتى يعاني منها المواطن السوداني نفسه، لماذا لا تدعى هذه الحركات للمشاركة في المؤتمر وينتهي بذلك النقاش؟ الحركات مدعوة للمشاركة في المؤتمر الدستوري. طيب لكن هذه الحركات تريد أن تحسم هذا الموضوع في مفاوضات غير مشارك فيها كل أهل السودان.